في ملعب مراكش بلالاف، ملعب مملوء عن آخره، ملعب مراكش الدولي لمساندة المنتخب. 45 دقيقة ممكن اعتبارها أهم 45 دقيقة في مشوار التصفيات اليوم. في حالة تحقيق الانتصار سنقطع خطوة أولى، سنقطع خطوة مهمة بعد تدبير باقي المباريات في هدوء تام، علما أن المباراة المقبلة مباراة الجولة الثالثة لن تكون إلا في شهر أغسطس من السنة المقبلة، وبالتالي اليوم الانتصار سيعبد الطريق، سيحقق ما نتمنى في انتظار أن تكتمل هذه المعزوفة بتأهل إلى كأس العالم بعد غياب امتد لما يقارب 20 سنة. جوناثان كوتشيا أبرز وأخطر عنصر في منتخب لاكوت ديفوار خلال الجولة الأولى، التراكم سيزداد خلال الجولة الثانية من هذه المباراة التي تنطلق من أقدام جوناثان كوتشيا لسيري دي لرفيق درب الجيسان ياو سيرج لاعب الارتكاز في هذه المباراة. تغطية حاضرة وتحول سريع من بارك بوصوفا، نتمنى أن تكون استمرارية خلال الجولة الثانية، استمرارية لتحسن الأداء خلال الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى من هذه المباراة. كرة مامية ممتاز ممتاز يونس بلندا، نتمنى نشوفوك خلال الجولة الثانية. هذا سفيان بوفال، سفيان بوفال بالمهارة ممكن يمر ويتوغل في منطقة الجزاء. بوفال ممتازة هذه، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان من أسامة طنان هذه المرة بتمريرة لسفيان بوفال. ما هي إلا بداية، ما هي إلا بداية، إلا قطرة من صبيب نتمنى أن يتواصل لكي يروي كثير من القلوب التي تبدو عطشانة اليوم لمتابعة انتصار ومشتاقة لمتابعة انتصار العناصر الوطنية. سنتفاعل وبجنون مع ال 45 دقيقة المقبلة على أمل متابعة هدف يعني لنا الشيء الكثير في هذه المباراة. كرة براس من أسامة طنان، مشمكورتو يلعب الفرام تنودا نصيري، النصيري نصيري مشمكورتو النصيري، وتدخل الحارس سانغاري بدر علي. بانغارا يتدخل في الكرة الماضية لإبعاد الكرة، سانغارا بدر علي. يدخل الشكل المنتخب لكوت ديفوار، ممكن نشوف أشياء كثيرة خلال الجولة الثانية. يونس بلندا تقتل حامل الكرة، يونس بلندا اللاعب نيس الفرنسي رفقة ماريو بالوتيلي يصنعان الكثير من علامات الابداع وبشارات الابداع في البطوله الفرنسيه. نتمنى نشوف يونس بلندا يلعب ولو 50% من الاسلوب اللي نشوفه به في الدوري الفرنسي. لاعب مكعب عالي، لاعب ممتاز جدا منذ ايام البلية الفرنسي، اليوم نتمنى انه يقدم اداء افضل خلال الجوله الثانيه. ضربه خطا للعناصر الوطنيه، يونس بلندا لمروان دا كوستا سلوسي مدافع الاوسط لنادي اولمبياكوس. كان شكورتو من الطرف الايمن للعميد مادي بن عطيه، وثيق الخطوات يمشي خلال الجوله الثانيه. حمزه منديل تغطيه وتحول سريع من سيرج اوري، اود اللاعب سالمون كالو، سالمون كالو. سيرج اوري ما شفناش كثير، تراجع لتامين الجبهه الدفاعيه التي يتحمل من خلال مسؤولية إيقاف مد سفيان بوفال من الطرف الأيسر. مروان دا كوستا سلوسي للقائد بارك بوصوفا، رومانسيس لبارك بوصوفا، وصل اليونس بلندا هذه المرة. لعبة طويلة شوية، طويلة على مادي بن عطية في التماس، معليش معليش تتوصل المباراة، المباراة ما توقفش على خطأ واحد في التمرير. كرة في التماس، الجمهور يواصل دعمه وسنده اللامشروط للمنتخب الوطني، وهذا يوسف عيد بن نصر ممكن نشوفه بديلا ليونس بلندا خلال الدقائق المقبله. لكره ايفواريه ضربه مرمى للحارس منير المحمدي، منير الذي يكبر يوم بعد اخر لكي يحتفظ باسمه في ذاكره الجماهير المغربيه التي تحفظ عن ظهر قلب عناصر من قيمة بدو زاكي وعلال والهزاز وخليل عزمي وعدد كبير من الحراس ممن تألقوا رفقة المنتخب الوطني. كرة مغربية من الطرف الأيمن، بدي بن عطية رجع كورتو، رومانسيس رومانسيس للمنتخب الوطني من الطرف الأيسر، تغطية سيرج أوريي
سيرج أوري تاخذ من حمزة منديل مشات كرة العناصر الوطنية من الجهة اليمنى الانطلاقة عندهم سالومون كالو مشى لوحده سالومون كالو يتقدم حذرية هذه كرة صعيبة شوية وتدخل الدفاع المغربي لإبعاد الخطر وهنا الحكم يتدخل للإعلان عن خطأ لمصلحة المنتخب الإيفوري ضربة خطأ صعبة شوية للمنتخب الإيفوري أعداد كبيرة من الجماهير المغربية التي تتابع هذه المباراة والترقب يسود في هذا الموعد في انتظار من سيظفر بالثلاث نقاط الغالية ثلاث نقاط الثمينة في هذه المباراة كل يتفاعل كبار الشخصيات التي تتابع هذه المباراة وعينها على ثلاث نقاط في هذه المباراة ممثلين عن الحكومة المنتهية ولايتها وكذا عدد من الشخصيات التي تقف وراء المنتخب الوطني في هذه المباراة لكي تدفع بوصول الأطلس لتقديم أفضل ما لديها في هذه المباراة الأمر لا يتوقف فقط عند جولة أولى نحن ننتظر جولة ثانية التي قد تحمل البشرى السعيدة لنا جميعا لمتابعة انتصار تميل للمنتخب الوطني امام الكوت ديفوار ميشيل دوسوي وإير فيرانار حارس مرمى ولاعب خط وسط إير فيرانار هل سيفوز الحارس ام لاعب خط الوسط في هذه المباراه لكل منهما تكتيك خاص به ورؤيه خاصه وفلسفه خاصه في التعامل مع المباريات الكبرى اليوم وفي إطار الروابط المميزة التي تطبع العلاقات المغربية الإيفوارية قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منح حقوقة مباراة المنتخب المغربي ضد الكوت ديفوار عن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الإقصائية المؤهلة إلى نهائيات مونديال روسيا من دون مقابل للتلفزيون الإيفواري هذه العلاقات المميزة التي ترسخت من خلال الزيارة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعدد من الأخطار الإفريقية في إطار العلاقات المميزة وروابط الحب والوفاء والإخلاص لمحيطنا الإفريقي كرة للمنتخب الإيفواري 52 دقيقة مضت من زمن المباراة والنتيجة يا سادة يا كرام 0-0 بين المغرب والكوت ديفوار في انتظار الهدف الأول في هذه المباراة كرة من بارك مصطفى رجع للحارس الإيفواري سانغاري بدر علي من الطرف الأيمن كرة إيفوارية رومانسيس أسامة تران تغطية المنتخب الإيفواري لم ينسش يديه متاتا خلال هذه المباراة كرة في التماس لمصلحة العناصر الوطنية حمزة منديل سيأخذ انتقاض مباراة بعد أخرى ويلعب اليوم أكيد في الفريق الرديف لنادي ليل متروبول بالبطولة الفرنسية خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي تقدم لاعبين اليوم في هذه المباراة يوسف النصيري وحمزة منديل في انتظار لاعبين آخرين يوسف النصيري قدم اللي عليه في هذه المباراة كراس حربة كمهاجم صريح اليوم يتحمل مسؤولية تسجيل الهدف في مرمى المنتخب الإيفواري آخر مباراة رسمية بين المنتخبين انتهت لمصلحة الكوت ديفوار وآخر مباراة بينهما أجريت في هذا الملعب لما كان إيريك غراتس مدربا للمنتخب الوطني انتهت 2-2 مباراة تألق فيها الثنائي حمزة مرزوق وياسين الصبحي كان حاضر فيها ديدي دروغبا وجيرفينيو وماكسلان غرادال وعدد من النجوم الإيفوارية غرادال يتواجد اليوم في بنك البدلاء قد يلجأ إليها المدرب ميشيل دوسوي في لحظة جوناتان تغطية مبارك مصطفى ما شاء الله عليه مشات كرة مغربية تحضير لكن كانت ناقصة شوية حذاري من منتخب الكوت ديفوار لازم الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأخطاء في التمرير التي قد تكلف هذه كرة فيها الكثير من انتقال لمهدي بن عطية الذي أبعد الخطورة بهذه الطريقة مشات كرة مغربية ما تزيدوش فيه شوية مازال الكرة الإيفوارية من الجهة اليمنى للمنتخب الإيفواري الانطلاق من سيرج أوري الذي يصعد من الطرف الأيمن
المراوغة، البحث عن المراوغة من سيرج أوريي. سيرج أوريي يسألوا عن لوران بلون الذي كان قريبا من إبعاده عن تشكيل نادي باريس سان جيرمان. سيرج أوريي الذي يظل لاعبا مثير للجدل والذي أهان الحكم السويدي بيورن كوبرز بعد مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وتم توقيفه لثلاث مباريات، وبعدها أهان لوران بلون ووجه إهانات متعددة لعدد من اللاعبين. مشات كرة مغربية، حمزة منديل، يلا يا حمزة، يلا يا منديل، يلا منديل، كرة ممتازة جدا، وتدخل الدفاع الليفواري، طلعات حمزة منديل تخوف، وضربة زاوية أخرى للعناصر الوطنية، حكم وقف المباراة لإسعاف اللاعب الليفواري. كل شيء ممكن خلال الجولة الثانية، ما يلزم هو الحماس اللي نتمنوا يكون حاضر، ماشي فقط في الجمهور المغربي بل في فكر اللاعبين وفي ايمان اللاعبين بقدراتهم، وانه ما عندهمش خيار اخر سوى تحقيق الانتصار في هذه المباراه. لعبات كره مغربيه، سفيان بوفال، بوفال مشى، بوفال حضر كورتو، طنان، يلا يا طنان، تغطي مازال امكانيه للعناصر الوطنيه. نور الدين امرابط، يلزم فتح اللاعب عبر الاطراف، هذه كره لعبات اماميه، كره ممتازه جدا بن كانو، كانت التغطيه، مشات كرة، مشات كرة، يلا سفيان بوفال، بوفال ممتاز، بوفال خطأ، هذا خطأ، هذا واضح يعلن عن هذه المرة طيب الذكر كميل بربار، خطأ للمنتخب الوطني. كرة الثابتة هي الوحدة اللي تلمس فيها خطورة العناصر الوطنية. صعود مروان داكوستا، مهدي بن عطية، الرومانسيس، من منكم سيعتلي القمة في هذه المباراة؟ ومن منكم سيتسيد منطقة الجزاء لتسجيل هدف في مرمى الحارس الليفواري سانغاري بدر علي؟ ضربة خطا مغربية، سفيان بوفال، مبارك مصطفى، بوفال في التنفيذ، كرة نافة ممتازة جدا، وتدخل الحارس سانغارا بدر، كرة تهز مشاعر الليفواريين خلال الدقائق التي مضت، كرة للمنتخب الوطني ديوس بلندا، بلندا يا بلندا، ارتكب خطأ والحكم يأمر بمواصلة اللعب، يوقف المباراة. أكيد أن كل الأمور والظروف تخدم مصالح المنتخب خلال هذه الجولة بعد تعادل منتخب الكامون أمام مالي بالعاصمة باماكو. ثلاث نقاط ستقود المنتخب لاعتلاء صدارة هذه المجموعة. ضربة مرمى للحارس سانغارا بدر علي. الجماهير كلها على اعصابها اليوم تنتظر في الهدف. حمزة منديل، منديل كان خطأ، نعم كان خطأ واضح في الكرة الماضية من طرف جوناتان كوتشيا. مهدي بن عطية، الاستلام من مارك مصطفى الذي يتحمل مسؤولية تدبير خط وسط المنتخب، ومن يتحمل القرارات الحاسمة في خط وسط المنتخب في انتظار أن يتحرر يونس بلندا من كل الضغوطات التي ترافقه في هذا الموعد. مشات كرة في التماس بعد تدخل سيرج أوريي، حمزة منديل، رومانسيس، وصل كرة أسامة طنان، طنان لعبها في هدوء تام لسفيان بوفال. تغطية من خط وسط المنتخب الليفواري، 2-1، 2-1، يلا مهدي، يلا بن عطية، كاريزما وكفاءة مهدي بن عطية تخليه أفضل في هذه المباراة أمام جوناتان كوتشيا. يجب أن لا ننساق وراء استفزازات اللاعبين الليفواريين. مروان داكوستا، مانويل داكوستا، صعيبة شوية، صعيبة شوية، صعيبة، 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 المنتخب الليفواري حسن حظنا، فيقوا شوية، فيقوا شوية، فيقوا شوية، يلا فيقوا شوية، هذه كرة مغربية الانطلاقة من الطرف الأيسر، يونس بلندا، حمزة منديل، منديل لكن التغطية حاضرة، ومهدي كارسيلا في طريقه لأن يأخذ مكانته في الخط الوسط، ربما إيرفي رونا سيكون أكثر اندفاع خلال الدقائق المقبلة، قد يغامر بخروج يونس بلندا ويدخل مهدي كارسيلا لإعادة ترتيب الأوراق في الجولة الثانية، لأنه لا قدر الله لو سجل هدف كانت تكون صعيبة شوية. شيخ قادر دوكوري لاعب اكثر يعني يشيد الادوار الهجوميه في خط وسط المنتخب الليفواري، يدخل مكان لاعب الارتكاز كاسانيا وسيرج.
في انتظار دخول ملكة سيرا غونزاليس. لاعب نادي غرناطة بالدوري الإسباني لكرة القدم. خطأ، كان خطأ للمنتخب الوطني. مادي كارسيلا ممكن يخرج يونس بلندا ويدخل لاعب إضافي، لاعب ذو حس هجومي أكثر هو مادي كارسيلا غونزاليس. كرة العناصر الوطنية، مادي بن عطية، الاستلام رومانسيس، رومانسيس شاب كرة رومان وصلت خط الوسط، تربط خطا يقول الحكم برنار كميل للمنتخب الوطني. كان تدخل فيه خشونة زائدة على أسامة طنان في الكرة الماضية. كرة ثابتة أخرى هي الثالثة خلال الجولة الثانية، ونتمنى أن تكون ثابتة في مرمى الحارس الإيفواري سانغاري بدر علي. المباراة ستلعب على جزئيات بسيطة وبسيطة جدا، أما هذه الجزئيات هي الكرات الثابتة التي قد يكون لها مفعول الساعة خلال الجولة الثانية إن تم التعامل معها بما يخدم مصالح المنتخب الوطني. ضربة خطأ مغربية تلعبات في منطقة الجزاء في القمة الثانية بالراس، كانت متابعة من رومان سيس، غنام سيس في القمة الثانية، لكن الحارس يتفاعل بشكل إيجابي مع الكرة اللي وصلت. هذا الحارس سانغاري بدر علي، بدر عب كرة مهدي بن عطية، بن عطية من الطرف الأيمن، أسامة طنان، طنان من الطرف الأيسر لملعب المباراة، نوردين أمرابات. بذل المجهود كبير طيلة الدقائق التي مضت لإيقاف المد الإيفواري من الطرف الأيسر، على الأقل في مباراة الكابون بفرانسفيل كانت مهمة تغير الأيمن أنيطت بيوسف بن ناصر اللي كان ينشط في الجهة اليمنى من خط الدفاع بأدوار دفاعية محضة، وكان لنا حرية أكبر لنوردين أمرابات في الخط الهجومي. اليوم نوردين أمرابات يزاوج ما بين المهمة الدفاعية والهجومية من الطرف الأيمن، وخيار للمدرب إرفي رونار. مشات كرة في التماس المنتخب الكوت ديفوار، سننتظر المكان الذي سيشغله مادي كارسيلا في تشكيل المنتخب الوطني. اكيد نعم، مكان يونس بلندا كما كان متوقع، خروج يونس بلندا ودخول مادي كارسيلا الاخير كان متوقع خلال الجوله الثانيه. يونس بلندا ومادي كارسيلا سياخذ مكانته في خط وسط المنتخب، لاعب اكثر جراه اكثر حماسه لي فرض رسميته في تشكيل المدرب السيد إرفي رونار. كان حاضرا في مباراة كندا الودية وكان حاسما في هذه المباراة. كرة في تماس منتخب الكوت ديفوار، سيرج أوريي ضغط على المهاجم مميز كوتشيا. يوسف النصري، يوسف النصري شاب كورتو في تماس للمنتخب الوطني. سفيان بوفال، يوسف النصري، نصري مازال محتفظ كورتو على يوسف، يوسف في غياب المتابعة من باقي اللاعبين تحرر من الطرف الأيسر، شاد كرة إيفوارية في تماس. قادم أفضل بإذن الله خلال الدقائق المقبلة المنتخب الوطني. مبارك مصطفى والكرة في التماس المنتخب الإيفواري. إرفي رونار الذي يمنح اعتقاء ليوسف الناصري مكان يوسف العربي الذي ظل حاضرا في تشكيل المنتخب رفقة كل المنتخبين المدربين ممن قادوا المنتخب خلال السنوات الأخيرة، لإيري جيرانتس، لبادو زاكي. اليوم إرفي رونار كان الاعتماد بشكل كبير على يوسف العربي، لكن بانتقاله للدوري القطري بات خارج حسابات إرفي رونار الذي يمنح اعتقاد في لاعب يبلغ من العمر 19 سنة ويلعب رفقة نادي مراغا الإسباني. ويوسف الناصري ابن فاس عاصمة العلوم، وأكيد أننا في انتظار أن يقدم شهادة ميلاده اليوم في مرمى الكوت ديفوار. كم ستكون هدية جميلة للجمهور المغربي بعد شيل كاماتشو وصلاح الدين بصير في مونديال كاس العالم، مع ان تالق في المونديال
منه مهاجم اخر ياخذ مكانته ياخذ قيمته في خط هجوم المنتخب الوطني. كره من مانويل داكوستا اتجاه مارتينا مرابات، تغطيه من الدفاع الايفواري في تماس، كره في خط وسط المنتخب، غياب كريم الاحمدي، مخلي مكانته هذا كريم سفيان بوفال يلا بوفال زاد فيه شويه امام سيرش اوريي نصل الكره من جديد للمنتخب الايفواري عبر البديل بكره الشيخ كادر للطرف الايسر منتخب لاكوا ديفوار. لازم ضغط اكبر، شاد كره ايفواريه، صعيبه والحارس منير الحمدي في ظل تواجد منير منخفوش على حراس مرمى المنتخب، لكن قولها مره اخرى ردوا بالكم من المنتخب الايفواري والهدف هو الذي قد يغير كل شيء في هذه المباراه. لازمنا هدف خلال الدقائق المقبله من الجوله الثانيه، هدف يصنع الانتصار، هدف يقرب المسافات بيننا وبين المونديال، هدف يقوي حظوظنا في هذه المجموعه التي تضم منتخبات الغابون مالي ومنتخب الكوت ديفوار. كره من جديد للعناصر الوطني من الطرف الايمن نوردين امرابات، وصل كرته مادي كارسيلا من الطرف الايمن، ضغطين عليه لاعبي المنتخب الايفواري، ما تخلصش من ضغط منتخب الكوت ديفوار. في انتظار ان نرى لاعب من قيمه عمر القادوري في تشكيل المنتخب الوطني. عمر القادوري لاعب بمواصفات خاصه في هذه المباراه. 25 دقيقه تبقت مع نهايه المباراه والنتيجه 0-0. كان خطا ضد السنوان كالو. رشيد العلوي واجب اضافي ربما لإير فيرونال خلال الدقائق المقبلة. جوناتان كوتشيا مشيت كرة بالراس، مازال ما خرجتش للمنتخب الوطني. الحكم يتدخل ويقول خطأ. ما الذي يحضر ميشيل بوسيي الدقائق المقبلة؟ ما الذي يخفيه لنا خلال الدقائق المقبلة؟ من هو الرجل الذي سيتحكم خلال الدقائق المتبقية من هذه المباراة ويظفر بالنقاط الثلاث في مباراة فاصلة، في مباراة هامة؟ برك مصطفى، مانويل داكوستا للقائد مهدي بن عطية، كرة من مهدي بن عطية، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة خلال هذه المباراة. مشات كرة من مهدي رومانسيس، برك مصطفى، وصل كرته لمانويل داكوستا عند حمزة منديل، خرج كرته لبرك مصطفى، كرة طويلة اتجاه يوسف الناصري، حط الكرة بالراس، سوء تفاؤل، مازال الكرة في منطقة الجزاء، مادي كارسيلا بعد كرته، مازال المنتخب الوطني، سفيان بوفال، وعودة كانت موفقة لسيو جيوفاني، حمزة منديل، الاستلام رومانسيس، تعود الكرة من جديد لمانويل داكوستا، لازم جرعة أكبر، الجرأة التي نتمناها خلال الدقائق المقبلة. كرة مغربية نورتينا مرابط لم يتجاوب مع دوره الجديد، نورتينا مرابط يكون أكثر متعة وأكثر إبداع لما يتم توظيفه كجناح، لكن اليوم في هذه المهمة حاول يقتل الغرض من الخطأ، خطأ مهم جدا في مكان مهم وقت استراتيجي من المباراة، لازم استغلال هذه الكرة الثابتة لتسجيل هدف لمصلحة المنتخب الوطني أمام منتخب الكوت ديفوار، ونحن نتساعد لدخول الثلث ساعة الأخيرة من المباراة. ضربة خطأ للمنتخب الوطني، صعود مهدي بن عطية جديد ومن يقود رفاقه في خط الدفاع، برك مصطفى، سجل هدف خلال هذه الدقيقة من مباراة هامة أمام الكوت ديفوار. برك مصطفى ومن يتولى مهمة التنفيذ، برك مصطفى يلا بالراس، يلا من، لكن إبعاد من طرف دفاع المنتخب الكيفواري. كرة من نوردين أمرابات، مازال الكرة مغربية والحكم يتدخل هذه المرة ويمنح ضربة خطأ للمنتخب الإيفواري. ظهير في صفوف المنتخب المغربي
خروج رقم 20 أسامة طهران، وغادر أسامة طهران رشيد عليوي، ويدخل رشيد عليوي أفضل هداف وأفضل مبرر في دوري الدرجة الثانية من البطولة الفرنسية وفق تادي كانكان. لعب بمهاجمين في الخط الأمامي، يوسف النصيري ورشيد العليوي، حارس سانغاري بدر علي لم يعتبر كثيرا في هذه المباراة، علما أننا الطرف المستضيف الطرف المطالب بالضغط وبتهديد مرمى ليفوريين. حمزة منديل سيرجو أوريي، كرة صعبة ليفوريا، أوريي وصل كرة في منطقة الجزاء، صعبة 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 صعبة. قلت أن لحسن الحظ ما عندنا حارس من قيمة منير المحمدي، هذا الحارس يمنحك الثقة. مشات كرة في دفاع المنتخب الإيفواري، الله إلى سانغاري، والخطأ الله في الضغط على لاعبي المنتخب الإيفواري، كرة من سيرجو أوريي في خط الوسط، سيو جوفاني ما تخليوش يمشي لوحده، كرة لمنتخب الكوت ديفوار، يفتح اللاعب، حذاري من التسديد، كرة من سيريدي واستخلاص الكرة، نعم بهذه الطريقة، ضربة خطأ للعناصر الوطنية، إفريقيا لا تعترف بالحمل الوديع، تعترف بممن هم لديهم القدرة على تقديم مباريات بسخاء بدني قل نظيره. فترة سابقة كنا نتحدث عن مدرسة شمال إفريقيا ممثلة بالمنتخب المصري، لما كنت نشوف لاعبي المنتخب المصري لما توجوا بثلاث كؤوس إفريقية، يعني أكيد أن العامل البدني عنده دور مهم في ترشيح كفة المنتخبات العربية أمام منتخبات إفريقيا جنوب الصحراء. ضربة زاوية للمنتخب الوطني، ضربة زاوية مغربية، الهدف ما يمكن له يجي إلا من كرة ثابتة. أكيد أننا غير مطالبين اليوم بأن ننسخ وراء العاطفة اللغة الواقعية التي تتحكم في نتائج مباريات كرة القدم، بالواقعية ممكن وصلوا لمرمى الحارس سانغاري بدر علي، والواقعية في الكرة الثابتة أتمنى تكون حاضرة خلال الدقائق المقبلة. كرة ثابتة إضافية، فرصة لمعانقة الهدف الأول في هذه المباراة. بارك بوصفا ومن يتولى مهمة التنفيذ، بوصفا من نقطة الزاوية، صعود يوسف الناصري، رشيد العليوي، مهدي بن عطية، من منكم سيحرك آلاف الأناجر لكي تعلو وتصلح بأعلى صوت في هذه المباراة دعما للعناصر الوطنية. مازال الكرة بارك بوصفا ممتازة هذه، لكن خروج الحارس سانغاري بدر علي في هدوء تام. سانغاري بدر في براحته، بدر علي ضربة خطأ لمبارك بوصفا، المباراة تزداد تعقيدا ونحن نتحول تدريجيا نحو الصفر الختامية للحكم السجلي. خروج جوناثان كوتشيا قدم لي عليه طيلة 73 دقيقة، ودخول ويلفريد بوني. ويلفريد بوني المهاجم الخطير، اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعب ذو علوك على استثنائي، سجل هدفين في مرمى اليابان واليونان في نهاية كأس العالم 2014 بالبرازيل، ياخذ مكانته في خط الهجوم مكان جوناثان كوتشيا. مشات كرة نوردينا مرابط، كرة في منطقة الجزاء، الجزيرة المغربية، ضغط راح حامل الكرة، نوردينا مرابط نفس الكرة، واحد اثنين، نوردين ممتازة نوردين، لكن أقرب للحارس سانغاري بدر علي، لازمنا مجهود مضاعف خلال الدقائق المقبلة للوصول لمرمى سانغاري. كرة حمزة منديل والكرة في التماس، تغيير أشرف الزعرب خلي فراغ من الجهة اليسرى لخط الدفاع،
ولو اجتهادات حمزة بن ديل يشكر ويقدر عليها خلال هذه المباراة. ويلفريد بوري يتحسن على ضربة خطأ. لاعب كان قريب وقت من الأوقات أن يلعب للمنتخب التشيكي لما كان يلعب لنادي سبارتا براغ، عرض عليه تم عرض عليه الجنسية التشيكية لعب للمنتخب التشيكي، لكنه فضل منتخب بلاد ولاسي منتخب كوت ديفوار أين نشأ وتربى على عشق كرة القدم. كرة المنير الحمدي، تحول سريع من منير، بعيدا عن تقييم الأداء وبعيدا عن طريق اللي لعبها المنتخب الوطني خلال هذه المباراة، أكيد أنه هدف سيلغي كل شيء ممكن أن يطغى على ما بعد نهاية مباراة المغرب الكوت ديفوار. كرة من مهدي بن عطية في تماس المنتخب الوطني. أرضينا مرابط بوفل، شبكورتو فقد التوازن، استعراض من الطرف الايمن يتحصل على ضربه خطا، ضربه خطا اخرى للمنتخب الوطني ونحن نلعب الدقيقه 76. فالي تحول للطرف الايمن، شفت حريته شويه وكان مصادر من طرف سيرجيو ريي الذي رافقه كضيفي منذ الدقيقه الاولى من هذه المباراه. مادي كارسيلا من سيتولى مهمه التنفيذ، ضربه خطا لوسود الاطلس دقيقة 76. مادي كارسيلا في التنفيذ هذا المرة، مادي رفع كورته خروج الحارس مازال الإمكانية، كرة تسدد لكن تدخل الدفاع الإيفواري مرت بسلام على منتخب كوت ديفوار. حمزة منديل برك مصطفى، كرة طويلة تجاه يوسف النصيري، رشيد العليوي الذي يلعب من الطرف الأيمن، مادي كارسيلا تغطية موجودة تتحول من جديد للعناصر الوطنية. مادي بن عطية، مادي بن عطية لعب كرته نقصة شوية، يوسف النصيري، النصيري مشي سدد، قرار في جرأة لكن غابت عنه الدقة، مشات الكرة بعيدة شوية على مرمى الحارس الإيفواري سانغاري بدر علي. يوسف النصيري مشى كرته لأنه البعض يرى أنه كانت عنده خيارات أفضل للتمرير لحد زملائه، لكن اختار تسديد بهذه الطريقة. سانغاري بدر علي، الجماهير تدعو لي تحقيق الانتصار في هذه المباراة، لأن التعادل سيضيع نقطتين غاية في الأهمية للمنتخب الوطني في هذه المجموعة التي تضم الكوت ديفوار الغابون ومالي، وبالتالي الطريق سيكون مليء بالعقبات التي يلزم تجاوزها في هدوء لا تكلفنا القيام مرة أخرى عن نهائية كأس العالم. كل المباريات هذه المجموعة بمثابة مباريات نهائية، مباريات سد. 78 دقيقة، 12 دقيقة تبقت عن نهاية المباراة. مروان داكوستا عنده مهدي بن عطية في خط الدفاع، الشاب نسويه وقف العناصر الوطنية في خط الوسط، خلوش لهم حلول تماما لكرة مشات اتجاه مهدي كارسيلا. كارسيلا من الطرف الايمن، مهدي، مهدي كارسيلا ينتظر الدعم والسند القادم من الطرف الايمن، لعبت كرة في منطقة الجزاء، يوسف النصيري محضر، مازال الكرة مغربية، يوسف النصيري، الله الله يوسف، ممتاز يوسف، مشروع مهاجم للمستقبل ما شاء الله عليه، يعني لاعب عن سن 19 سنه يلعب مباراه بهذه الطريقه، خير الخير كله في المستقبل. ضربه زاويه والتنفيذ، وفال وفال، ومن يتولى تنفيذ هذه الزاويه، كره لعبت في القائمه الثانيه، متابعه بالراس من حارس سانغاري بدر علي، حارس ممتاز جدا بالنسبه للايفواريين اليوم في يد بو سيلفا. سانغاري خلال حركات هذا الحارس يتضح انه المنتخب الايفواري نقطة مقنعة اليوم، عنده طموح لتحقيق الانتصار. كرة وضع يوسف النصيري، يوسف النصيري يضغط على حامل الكرة،
مشات هربات من فريد موري في التماس حمزه منديل. منديل في تنفيذ التماس. مشكور صلوب مانويل داكوستا لموري المحمدي يوسف النصيري. كل الكرات العاليه ربحها يوسف النصيري. تاخر شويه كان عنده امكانيه للتمرير يوسف النصيري اللي كان وحده. مبارك بوصوفا 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 صعيبه شويه. مهدي بن عطيه مع ويلفريد موني. مهدي بن عطيه وبهدوء تام تتحول الكره من جديد للطرف الايمن لرومان سيس. رومان ويلفرهامبتون دوري الدرجه الاولى من البطوله الانجليزيه. سفيان بوفال مشى بوفال مشى بوفال يتحصل على ضربه خطا. ضربه خطا زمانه وفي مكانه وفي محله. لا ينقص الا اللاعب الذي يسجلها ويضعها في مرمى الحارس سانغرا بدر علي. ضربه خطا في تنفيذ البارك بوصوفا. جمهور كل وقت كل وقف يساند ويدعم العناصر الوطنيه خلال العشر دقائق التي تبقت عن نهايه هذه المباراه. ليلى يحشمنا اليوم ونشوف انتصار مغربي. سفيان بوفال المارك بوصوفا. من منكم سيتغنى رفقه هذه الجماهير الذواقه بمدرجات الملعب الدولي لمدينه مراكش؟ من منكم سيتولى وسيتمكن من تسجيل هدف يعني لنا جميعا الشيء الكثير في هذه الجوله من تصفيات كاس العالم؟ بوفال بوصوفا مهدي كارسيلا. ما يهمناش ما يهمنا جميعا هو متابعه الهدف للمنتخب الوطني. سفيان بوفال دقه دقه من سفيان بوفال في تنفيذ بوفال. تدخل دفاع المنتخب الايفواري. سفيان مشى كورتو. سفيان بوفال لمسه يد كانت في الكره الماضيه. كانت هناك لمسه يد. رجعت من مهدي بن عطيه. مهدي بن عطيه خرج كورتو لمانويل داكوستا. مانويل داكوستا مهدي كاسيلا ليس متسللا من الطرف الايسر. مهدي كاسيلا مشى كورتو. مهدي مهدي مع سيرجيو ري. مهدي وسيرجيو ري رجع كورتو. سفيان بوفال تتحول من جديد هذه المره من سلامون كالو. سلامون كالو خرج كورتو. سيريدي سيريدي مع نوردينا مرابط. والحكم يتدخل للاعلان عن ضربه خطا لمصلحه المنتخب الايفواري. 82 دقيقه 82 دقيقة والنتيجة دائما 0-0 بين المغرب والكوت ديفوار. من كان يظن أنها مباراة سهلة فهو مخطئ. مشات كرة المنتخب الإيفواري. تلعبات منير المحمدي يتدخل في المكان والزمان المناسبين. كرة من الطرف الأيمن للعناصر الوطنية في خط الوسط. حمزة منديل منديل مشى بكورتو. حمزة من الجهة اليسرى. حمزة لسفيان بوفال. سفيان بوفال لحمزة منديل. يلا وصل كورتك حمزة. يلا حمزة حمزة حاول يراوغ لكن تدخل الدفاع الايفواري. كانت عنده خيارات أخرى حمزة منديل لكن تدخل الدفاع الايفواري. مشات كرة جديدة صعبة صعبة شوية. سلامون كالو مخلي له مساحات مخلي له مساحات خلال الدقائق الأخيرة. تغطية تتحول كرة تتحول كرة للعناصر الوطني من الطرف الايسر. سفيان بوفال مشات هربات عليه شويه مشات في التماس للمنتخب الايفواري. ثلاثة وثمانين دقيقة من المباراة. سبع دقائق تبقت عن نهاية المواجهة والنتيجة 0-0 وتغيير ثالث للمنتخب الوطني. طريقه نحو التشكيل الرسمي خلال الدقائق المقبله. مهدي كاسيلا برك بوصوفا يوسف النصيري والكره في تماس المنتخب الوطني. اسماعيل الحداد في طريقه للدخول. بوفال بوفال يا بوفال بوفال يا بوفال. كره ضائعه مثل هذه يمكن لها تخدم المنتخب الوطني في اي شيء خلال هذه المباراه. كره للمنتخب الايفواري من الطرف الايسر. اي هدف خلال الدقائق الاخيرة سيكون هدف قاتل. سيدة عددية من الطرف الايسر ملعب المباراة. مشات كرة المنتخب الايفواري. لعبات لعبات صعيبة شوية. لا
الاخ مبارك وصوفا مبارك وصوفا لعب كره مبارك سفيان بن فل اسمح لي استعراض بهذه الطريقه غير مطلوب في مثل هذه المباريات الحاسمه. كره في خط وسط المنتخب الايفوري رومانسيس ضغط الحامله الكره من قسان لعب كره الجهه اليسرى للمنتخب الايفوري حكم يكون واصل اللعب واصل اللعب واصل اللعب نوردين امرابط امرابط يفتح اللعب في خط الوسط نوردين امرابط عنده الكره يبحث عن الحل عن السند عن اللاعب المتحرر في غياب اي عنصر لديه القدره في خط الوسط على ان يشهد حلولا وعلى ان يحرر لاعبي خط الهجوم. سفيان بوفال مشات كره تجاه رشيد علوي رشيد علوي لكن تدخل دفاع المنتخب الايفوري شفناش رشيد ممكن دخوله في جولة ثانية برك وصفع سير الكرة لشيبكا لعبها للطرف الايمن سير جوريي صعيبة لمنتخب الكوت ديفوار وتتحول من حمزة منديل مازال عندنا ثقة فيكم لا شيء حسم في هذه المباراة لا شيء حسم برك وصفع رشيد علوي علوي والكرة في التماس علوي والكرة في التماس اسماعيل الحداد رجل المواطن الصعبة يدخل مكان سفيان بوفال يغادر بوفال ويعوض اسماعيل الحداد لاعب الوداد الرياضي لاعب اللي كانت مباراة الوداد والزمالك مباراة عودة بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله كفيلة بان تمنحه مكانته في تشكيل المنتخب الوطني بقيادة الفرونار قدم مباراة بطولية أمام الزمالك المصري وكان سببا رئيسيا في الانتصار الكبير أمام الزمالك. نلعب دقيقة 87 من المواجهة الصعبة جدا بين المغرب والكوت ديفوار والنتيجة 0-0. ضربة خطا ايفوريا صعيبة للمنتخب الايفوري لعبات صعيبة 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 ومرت بامان وبسلام عن مرمى الحارس منير المحمدي. كرات الايفوريين تخوف بهذه الطريقة لعبوها بشكل ممتاز جدا كانت متابعة من لاعب محور خط دفاع كان اون سيرف ويفرد واللي كان في المتابعة منير المحمدي يوسف الناصري لاعب المقنع اليوم في خط الهجوم ويوسف الناصري مشات كره لمنتخب الكوت ديفوار وضربه زاويه للمنتخب الايفواري تراجع كل اللاعبين للدفاع عن مرمى المنتخب الوطني حتى في غياب الانتصار في ظل الظروف اللي جرت في المباراة اكيد نتمنوا التعادل لكن الخسارة ما نقولهاش تماما امام منتخب الكوت ديفوار الذي اظهر شخصية قوية خلال هذه المباراة. صعود تمثيلية مهمة من لاعبي المنتخب الايفواري في منطقة الجزاء لازم التعامل بما يكفي من الحذر وتدخل النصيري يبعد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس منير المحمدي. ضربة زاوية أخرى لمنتخب الكوت ديفوار دقيقة 88. تلعبات كرة إيفوارية مبعدة من الدفاع المغربي. لازم يخرج لواحد. تلعبات كرة صعبة في يد الحارس منير المحمدي. من سيأخذ المبادرة عند الانطلاقة؟ انطلاق من الطرف ليس عند اسماعيل حداد، اسماعيل حداد مشات كرة اتجاه اسماعيل لكن التغطية في تماس العناصر الوطنية وتغيير آخر في صفوف المنتخب الإيفواري أظن ماكس رانغراديل والذي سيدخل خلال الدقائق المقبلة. سلامون كالو ويعوض بماكس رانغراديل كرة في تماس حمزة منديل رومانسيس تلعب الكره الجايه من نوردين امرابط
وصلت لمبارك بوصفة، نور الدين أمرابات، خط وسط المنتخب الوطني شبه ملغى خلال هذه المباراة، مشات كرة المنتخب الإيفواري، ضغط الحامل الكرة تستخلص نور الدين أمرابات، خرج الكرة بهذه الطريقة فقط في التماس لمصلحة منتخب الكوت ديفوار. نسير في طريقنا نحو نهاية المباراة بين المغرب والكوت ديفوار، والنتيجة لازالت 0-0. في مباراة تؤكد مرة أخرى ومما لا يدع أي مجال للشك على أن المؤهل عن هذه المجموعة لازم كثير من العمل، وأن يتعامل بنفس المنطق بنفس الطريقة مع المباريات اللي يستضيفها على أرضه، لا على المباراة الأولى في المباريات اللي يلعبها بعيدا عن دياره. كرة للمنتخب الإيفواري، وأربع دقائق كوقت مضاف، أربع دقائق. كرة القدم علمتنا أن ننتظر حتى الصافرة الختامية. أتمنى أن تكون هذه الدقائق الأربع منصفة بالجمهور المغربي وليس بالعناصر الوطنية. جمهور كمثل هذا لازم يفرح اليوم بانتصار أمام منتخب الكوت ديفوار. ضغط على حامل الكرة، شيد علي ويوسف نصيري، اسماعيل الحداد، برك مصطفى، وصل كرته حمزة منديل، مادي بن عطية، مشات كرة من يوسف النصيري، سيرج أوري، انطلاقات سيرج، مشب كورتو، مخليه لوحده يلهو لوحده، وصل كورتو صعيبة شوية، رجعات المنتخب الكوت ديفوار، لاعبين من الطرف الأيسر، موفق، يلا مادي، يلا كارسيلا، وصل كورتو بالجهة اليسرى، يلا هذه إمكانية، يلا فيني انطلاقاته يوسف النصيري والتدخل الدفاع الإيفواري. لاعبي منتخب الكوت ديفوار أفضل بكثير من لاعبي المنتخب الوطني، شهادة حق في هذه المباراة. لازم عمل كبير خلال الأشهر والأسابيع المقبلة، تحضير منتخب متكامل لنهائيات كأس أمم أفريقيا وتصفية كأس العالم. لعبات كرة في منطقة الجزاء، ما نخليوش يسدد، مشات كرة إسماعيل حداد، عنده مساحة للتقدم إسماعيل. مرة أخرى المنتخب الإيفواري، كنا ننتظر انتفاضة العناصر الوطنية في دقائق الوقت البدل الضائع، لكن نرى سيناريو مختلف. منتخب الكوت ديفوار ومن يضغط، وتراجع العناصر الوطني لتأمين النقطة على أرضنا وأمام جمهورنا. استخلاص الكرة، آخر فرص المباراة، كرة تجاه يوسف الناصري، مشات كرة إيفواريا، حمزة منديل، وسط خطر وسط رومانسيس، خرج كرة نور الدين أمرابات، عندك مساحة للتقدم، يلا ممكن تكون هذه، نور الدين أمرابات، يربح ضربة زاوية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من مباراة المغرب الكوت ديفوار. ما لم يتحقق طيلة 93 دقيقة، تمنوا يتحقق خلال الدقيقة التي تبقت عن الصافرة الختامية للحكام السيشلي كامي برنار. ضربة زاوية، قلنا خير في غيرها، وممكن يجي الخير من كرة ثابتة. مادي كارسيلا، رومانسيس، مادي بن عطية، ما يهمنا والهدف. برك مصطفى عب كورته في منطقة الجزاء، لكن تدخل الدفاع الإيفواري، تعود وتتحول من جديد للعناصر الوطنية، رجعها في منطقة الجزاء المتابعة من بعيدا عن كل اللاعبين، فقط للحارس سانغاري بدر علي. ثواني فقط ويعلن الحكم عن نهاية المباراة، والنتيجة كما أمامكم 0-0 بين المنتخب الوطني والمنتخب الإيفواري. نقطة لكل منتخب، يصبح ترتيب المجموعة منتخب الكوت ديفوار 4 نقاط، منتخب الوطني نقطتين، منتخب الغابون نقطتين، ومنتخب مالي نقطة واحدة، وبالتالي عناصر الوطني مطالبة بالفوز في باقي المباريات إن أرادت مواصلة المغامرة في دروب تصفية كأس العالم. رشيد علوي، آخر فرصة، إسماعيل حداد، تغطية موجودة، الكرة في التماس،
ثواني فقط تبقت عن نهايه المباراه. يلا رومانسيس، رومانسيس يلعبها ليوسف الناصيري، يوسف الناصيري في يد الحارس الايفواري سانغاري بدر علي. والحكم السجلي في طريقه للاعلان عن نهايه المباراه بنتيجه 0-0 بين المغرب والكوت ديفوار. نقطة لكل منتخب في مباراة نتمنى أن نستخلص دروسها وأن نعوض نقاطها في المباراة المقبلة. المحطة المقبلة أمام مالي بعد الغابون، ومن ثم مواجهة الكوت ديفوار. ميشيل بوسوي يعود بنقطة من المغرب، وإيرفي رونار اليوم مطالب بالتركيز على نهاية كأس أفريقيا وبعد العودة مجددا لمغامرة تصفية كأس العالم. عمل كبير ينتظر هذه المجموعة وينتظر هذا المنتخب. هناك بعض المسائل الإيجابية لكن هناك نقاط سلبية أكيد، وإيرفي رونار دون عدد مهم من النقاط لكي يقوم بتصحيحها. هذه المباراة اليوم بين المغرب والكوت ديفوار التي تم نقلها مباشرة على التلفزيون الإيفواري مجانا في إطار العلاقات الأخوية، علاقات الصداقة التي تجمع الشعبين الصديقين وقادة البلدين. أيضا مباراة المغرب والكوت ديفوار تم بثها مباشرة على التلفزيون الإيفواري مجانا. الجماهير المغربية تغادر ملعب مراكش الكبير وتضرب موعدا مع مباريات أخرى، مباريات كلها ستكون مصيرية، مباريات ستكون مهمة، مباريات ستكون الفيصل وستكون أيضا ذات أهمية قصوى، لا في نهاية كأس أمم إفريقيا ولا في تصفية كأس العالم. لحظات قليلة وسنواصل هذه التغطية التي انطلقت منذ ساعات من